مسرح حسين داي ولا لعب شاهدوا هنا ولا لعب خرج الدراج يعني سدد كرة ميتة ارتطمت بالأرض مرتين وهي أصعب الكرة بالنسبة لحارس المرمى لكن ما كانتش قوية شاهدوا هنا لكن الحال اللاعب الهدية من ديف المدافع هدية يعني إلى نقاش كان موجود في وضعية التسلل لكن المدافع نصر حسين داي هو اللي مد الكرة هنا هدية إلى نقاش وهنا في أي وقت كريم أخطاء غير مسموحة في هذا المستوى في مباراة من المستوى العالي هكذا حتى نقاش لا يرحم يعني هاي اللقطة يزيد عودها لنا منذ البداية مع بوسوف أنا كانت تغطية من المدافعين لو خلى الكرة لكان الحال اللاعب القبلي يلعب الكرة لكن عدم كلام بين المدافع والحارس خلانا بوسوف يرجع الكرة في وسط المرمى ويسجل ما زلقش نوعا ما لا هنا كلام بين يعني عدم